السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده هيساعدك ان انت تصمم الشعار او اللوجو بتاع الشركة بتاعتك بسهولة جدا، وفيها نوع قوي جدا من انواع الذكاء الصناعي. خلينا مثلا نتخيل ان انا عايز اخد شعار مثلا زي اجورة، اقول له جيت ستارت، مش مجرد بياخد الحاجة ويبدأ يحطها مع اي صور وخلاص زي بقية المواقع، لا ده بيقولك بقى حدد انت عايز تشتغل في ايه مثلا، فاقول له مثلا ريستورانت، اقول له كونتينيو، فبيبدأ يديك بعض الشعارات. مش هو ده الشعار بتاعك، لا بيقولك شوف افضل شعار انت شايف انه كويس، تمام؟ فبتبدأ تختار خمس حاجات كده، تمام؟ انت شايف ان هما دول اللي قريبين من الشعار بتاعك، هما دول اللي عاجبينك، تمام؟ فلما تختار بتقول له كونتينيو، فبيقولك اي لون اللي انت بتحبه خليه مثلا بلو، تمام؟ كونتينيو. فبيقولك الشعار ده انت عايز تستخدمه عشان ايه، مثلا ممكن تقول له حاجة في الاكل، بيتزا، ميل، وهكذا، تمام؟ كونتينيو. فبيبدأ يدمج كل الافكار اللي انت خدتها مع وهكذا. بص جاب لك بعض الحاجات، ده مثلا حلو مثلا ده، تمام؟ خلينا نختار مثلا دوت، تمام؟ يبدأ بقى يحط لك في اشكال كده، تبدأ تختار، وكل واحد منهم هيبدأ يوريك مثلا في شكل كروت، في شكل ايميل، في شكل كذا، لما يتبع على الورقة هيبقى عامل ازاي بشكل قوي جدا، وتقدر تعمل لها داونلود وتقدر تعمل له شير.